مدينة فاس. يرجع تاريخ تأسيس مدينة فاس إلى نهاية القرن الثاني الهجري، وعندما قام إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة إلى المغرب سنة 172 هجرية ببناء مدينة على الضفة اليمنى لنهر فاس بحي الأندلسيين. ثم أسس إدريس الثاني مدينة جديدة على الضفة اليسرى بحي القيروانيين، وأحيطت المدينتان بالأسوار. في سنة 243 هجرية قامت فاطمة الفهرية بتشييد جامع القرويين بالضفة اليسرى لوادي فاس، الذي تم توسيعه فيما بعد من قبل سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين. استولى الموحدون على المدينة سنة 538 هجرية بعد حصار دام 9 أشهر. عرفت مدينة فاس عصرها الذهبي تحت حكم الدولة المرينية في سنة 675 هجرية. احتل السعديون المدينة سنة 961 هجرية. نتيجة للاضطرابات التي عرفتها الدولة السعدية انقسمت فاس إلى مدينتين، فاس الجديد وفاس البالي، ثم خضعت للأشراف العلويين. تجمع فاس عبق التاريخ بفضل آثارها وأسوارها وأسواقها العتيقة ومنتجاتها الحرفية العالية.